يا مساء الخير على كل هانم بنت هانم قاعدة بتشوفنا النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سحر الهوانم. زي ما انتوا عارفين طبعا تاج المرأة شعرها، ويمكن الشعر من أهم الحاجات اللي بتميز شكل البنت أو الست. طبعا احنا في سحر الهوانم لازم نتكلم على السحر اللي بيميز الستات وهو شعرها. قبل ما نتكلم بقى على موضوعنا النهارده، ارحب الاول بزميلتي هاجر. ازيكي يا هاجر؟ ازيكي نور، مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل المشاهدين. حلقتنا النهارده زي ما نور قالت ان احنا هنتكلم فيها عن الشعر، وخاصه عن ترميم الشعر العلاجي. اكتر حد بقى ممكن يكلمنا عن ترميم الشعر العلاجي، زي ما انتم عارفين ان احنا كل حلقه بنجيب هانم متميزه في مجالها، فاحنا النهارده جايبين هانم متميزه في مجال ترميم الشعر. معانا خبيره التجميل والميك اب ارتست هبه رمضان. ازيك؟ ازيك يا استاذه؟ نورتينا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. هاجر كانت بتتكلم على الترميم، وطبعا موضوع الترميم ده اسم بقى دلوقتي يعني منتشر قوي، فاحنا عايزين نعرف اصلا يعني ايه ترميم. تمام. الترميم ده حاجه بتعالج الشعرايه، يعني احنا بنختلف، ناس تقولك فرد وناس تقولك علاج وناس تقولك بروتين في علاج. اه البروتين في نسبه علاج بس مش بتبقى كامله طبعا، مش 100%. فابتدينا نفكر في موضوع ان احنا عايزين نعمل ترميم للشعر، في يعني نعالج التساقط، نعالج التقصف، الهيشان، التساقط، كل ده عايزين نعالجه. فهنعالجه ازاي؟ فابتدينا نفكر بفكره الترميم بدل البروتين. طب قولي لنا بقى، هل ترميم الشعر بروتين ولا الترميم انواع؟ قولي لنا بقى يعني كل حاجه دلوقتي بيتقال عليها ترميم. بصي، هو الترميم مسميات كتير قوي. اه يعني في ناس خلطه بين الترميم والبروتين. ترميم يبقى بروتين؟ لا لا، الترميم بعيد عن البروتين خالص. ترميم مسميات كتير، وكل واحد بيحاول يطلع منتج او بيحاول يطلع علاج او الكلام ده كله، بيقول لك احنا بنعيد ترميم الشعرايه. هو فعلا بنعيد ترميم الشعرايه، بس في حاجه علاج، في حاجه نازله، ممكن واحده زي مثلا حبيت احط حاجات منتجات على بعض اعمل بيها الترميم. في ترميم حراري وفي ترميم على البارد، اللي هو بيبقى عباره عن كريمات على بعض، برده بنعملها خلطه عندنا. خلطه سحريه بتاعت سحر الهوانم. خلطتين سحريه. يعني في واحده عباره عن كريمات على بعض، دي على البارد تاخديها كدهان او بتعمليها زي حمام كريم، ودي على البارد من غير اي حراره خالص. وفي الترميم اللي هو حراري، ده بنعمله مرة واحدة ببليس، مجرد ان احنا بنثبت المادة اللي بنحطها في الشعر بس وخلاص، ومتبقاش زي البروتين كذا مرة او درجة الحرارة عالية او الكلام ده كله. طب بتختاري نوع الترميم على اساس ايه؟ يعني هل مثلا العميلة بتيجي تطلب نوع معين ولا على حسب نوع الشعراية؟ لا، على حسب نوع الشعراية، بس هو اللي عايزة نتيجة فورية. أيوة. وساعتها الحراري. طب قولي لنا بقى، يعني جت فكرة الترميم، ترميم الشعر ده امتى؟ يعني جات لك الفكرة دي امتى؟ بصي، انا كان عندي شغاله، فعندي عميله عايزه علاج اكتر ما هي عايزه فرد. تمام. فابتديت ادور، طب انا عايزه مثلا احط في البروتين، البروتين فيه علاج ممكن نسبه 20%، بس انا عايزه علاج يديني زي ما هو فرد 100% يديني علاج 100%. فابتديت ادور على حاجه اسمها فيلر، حاجه اسمها كولاجين وخلايا جذعيه. ابتديت ادور عليهم كتير لحد ما عرفت اوصل لهم، بقيت احطهم على البروتين فيدوني نتيجه علاج 100%. والحمد لله ده باراء الزباين او العميل اللي بيجي لي، هم اللي بيقولوا ده، ان الشعرية طالع احلى من الاول. فابتديت ان انا، طب ليه ما اعملش النتيجه دي لوحدها، اجرب اشوف هتعمل ايه في الشعر. فالحمد لله ادت النتيجه حلوه قوي، وكانت معايا فتح الخير والحمد لله. طب الحمد لله. طب انت قلتي لي اللي على البارد هو ده اللي ممكن من مره واحده، صح كده ولا لا؟ اللي على الحراري. الحراري. طب هو ساعتها اللي هو بنعمله مره ببليس، الجلسه كلها ما بتاخدش 3 ساعات 4 ساعات بكتير قوي. طب لو مش حراري؟ لو مش حراري انا كده كده بديه مع المنتج بتاعي، انا بعمل المجموعه بتاعه البروتين اللي احنا بنستخدمها كعنايه بعد البروتين. انا بديها برده للعميله عندي بعد الترميم، لان الحاجات دي مش بيبقى فيها كيماويات فبتحافظ على الشعرايه. تمام. فابتدي انا اديها لها، انت هتمشي عليها على طول ما تبطلهاش، لان دي ما فيهاش كيماويات ولا صوديوم، فمش هنبوظ اللي احنا عملناه. بس ما فيش فرق في النتيجه بين الحراري وبين البارد؟ لا، الاثنين نفس النتيجه. بقى الخلطه بتاعتي اللي هي البرد، اللي هو على البارد ده، عباره عن كريم دهين او حمام كريم، بتاخده بتدهن بيه برده في نفس المجموعه، اللي هي شامبو وبلسم وحمام كريم وسيروم، وبديها برضو الخلطه دي. فبتديني الحمد لله نتيجه في العلاج
بارد وحراري. يعني مش زبده شيا بس، في ناس معتقده الترميم هاتي زبده شيا وحطيها يبقى كده تمام. هي بصي، هي احنا اللي هي على البارد دي فيها زبده شيا، فيها زيوت هنديه، فيها كولاجين، فيها خلايا جذعيه. انت بتغششينا على فكره، انت بتغششينا. ما تضايقي بقى مش موجود. هقول لك على حاجه، ممكن يكون انت بتقولي بتغششينا او كده، بس هي الفكره ان السوق مليان منتجات. بس الفرق فعلا مين المنتج اللي هاتي الكويس وهاتي الوحش، هاتي الاوريجينال وهاتي المضروب. مين عنده الخلطه السحريه بتاعت سحر الهواني؟ طب قولي لنا بقى، الترميم بيفرد الشعر ولا هو علاج بس؟ بصي انا في الاول كنت فاكره ان هو علاج بس، يعني هيديني نسبه علاج كويسه، هيخلي شعرايا مش هايشه مش مقصفه، هيخلي شعرايا عايزه اقول لك اللي هي يعني مثلا كيرلي بس حلو. بعد كده عملت، ابتديت اعمل على الاطفال. الاطفال طبعا من سنتين ونص بنبدا معاهم. كنت اسالك اصلا بصي نفس الفكره، يعني في ناس بتخاف لو مثلا طفله تقول غلط. انا برضو دخلت في النقطه دي، يعني فكره الامهات كتير عايزه تعمل لبنتها او متردده كمان الولد كمان عايزه تعمله، بس الشعرايا خايفة عليها، خايفة ان هو صغير مش هيستحمل المكوى، الحاجات دي كلها. فابتديت ان انا اعمل على، ابتديت مع سنتين ونص بداية شغلي مع الترميم، فلقيت الشعرية مستجابة جدا لان هما لسه بيبيهات، لسه الشعرية ما فيهاش مشاكل كتير، مش مشاكل كتير. فجابت لي فرد الحمد لله 100%. طب وهو بعد كده بقى شوية شوية بتختلف الشعرية من شعرية النتيجة، يعني الشعرية الخفيفة والرفيعة غير السميكه كده، كل حاله غير الثانيه طبعا. طب هو احنا هنكمل موضوعنا، بس احنا معانا فاصل سريع، هنروح الفاصل وهنرجع تاني على طول. فاصل ونرجع لكم تاني. طبعا احنا شفنا الفيديوهات حاجه، فرق بين قبل وبعد فرق كبير طبعا. الصبغات بقى، يعني انا لاحظت ان في حد عامل صبغه، فبيبقى في مشكله ولا يعني مع الصبغه والترميم ولا لا خالص؟ احنا الصبغه او هي جايه صبغه لك اصلا، جايه صبغه شعرها اصلا؟ انا صبغه، انا اللي صبغه لها شعرها. يعني هو السنتر الحمد لله عندي متكامل، فممكن نصبغ في نفس اليوم سواء كان بروتين او ترميم. تمام. فبنصبغ صبغنا الشعرايه معاها، هي شعرها مش وحش، بس الفكره ان الشعرايه متبهدله من الصبغات. هو معانا وبعدين ممكن نصبغ مثلا الشعر مثلا بمواد مش كويسه، فتبتدي تهلك لنا الشعرايه اكتر وتحرقه، يبدا يحصل مشاكل. او واحده مثلا حابه تعمل في البيت وتفتكس كده، ايوه حطت التاتش بوظت الدنيا، وتيجي بقى بعد المشكله بقى. يعني الترميم بيعالج مشاكل الصبغه بتعمل، احنا زي ما احنا شايفين قبل هو الشعريه مفروده بس هيشه ومقصفه والمطرح الصبغه متبهدله الكلام ده كله، فالترميم بقى بيلم لي الشعريه خالص. يعني الشعريه بتبقى زي ما نقول مفتحه، ولما بنحط عليها الترميم بنقفلها خالص مقصفه وهيشان طب قولي لنا بقى، يعني نجهز الشعر قبل ما نرمم الشعر ازاي؟ يعني قبل ما تجيلك انها تعمل الترميم نجهزه ازاي؟ زيوت 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 بلاش زيوت خالص، 100 خط يعني بلاش زيوت خالص. الزيوت كمان بنفهمها فكره غلط، ان احنا بنحط الزيت على الشعر ونعمله يومي عادي خالص، وبندلق مش بنحط حبه صغيرين. فهي الفكره ان انا الزيت ده حمام زيت بخلص بعد ما بعمله 3-4 ساعات يوم كامل يا ستي، وبعد كده اغسلي شامبو بتاعنا عادي. فالمفروض قبل ما نيجي ما نبقاش عاملين اصلا حمام زيت كمان، يعني نبقى غسلين الشعر. غسلين الشعر كويس، احنا كده كده بنغسل العميله لما بتيجي، بس برضو احسن حاجه ان هي تبقى قبليها
بشويه غسله للشعر كويس عشان النتيجه تبقى معايا كويسه. طب ليه في ناس بتخاف من الترميم؟ هل مثلا بيبقى يعني او المشكله بتبقى في ايه؟ بتبقى في الخامات نفسها ولا هل طبعا في شعرايه ما تقبلش دوت ممكن تاذيها؟ لا اصل هقول لك على حاجه، هو الترميم احنا بنتكلم ان هو مش فرد، هو علاج. فالنسبه بتختلف، ان النتيجه مع دي مع دي الشعرايه او انا لعبت شعرايه والخامات اكيد، والشخص اللي بيعمل الأطفال نفسه اكيد كل ده بيفرق. الخامات طبعا بتفرق، بتفرق في النتيجه. بس احنا معانا فيديو تاني برضو، دي بقى بنوتة إيه؟ بصي شعرها دي صغيره، دي بنوتة صغيره شعرها افريقي بس مش كيرلي، هو هايش ومقصف، هو تحسين ان هو افريقي بس شعرها مفروده شويه. ده ترميم بس ولا ترميم مع بروتين؟ لا لا ترميم بس ادتني نتيجه. لا النتيجه ما شاء الله يعني، انا قلت اكيد فرد مع ترميم. لا بس هي شعرية يعني مش كيرلي، هي مفروده بس ما فيهاش في تجاعيد، ما فيهاش ترطيب، ناشفه جدا جافه جدا. فالبروتين بقى اعاد لها الحياه تاني زي ما بيقول، الترميم خلى الشعرايه حلوه وناعمه، هي مش حرير ما شاء الله يعني زي البروتين، بس شكله على الاقل شكله يعني صحي، طبيعي شكله صحي. كويس يعني فعلا يعني الترميم ممكن يفرد الشعر طالما الشعر نفسه مش مجعد او مش الشعرايه سمكها تخين. في واحده شعرها سمكها تخين برضو حتى في البروتين بتبقى متعبه، ممكن يكون شعرها حلو مش وحش بس السمك بتاع الشعرايه تخينه شويه. في واحده تانية لا السمك رفيع خالص، فيدينا نتيجه حلوه جدا. يعني ممكن يفرد الشعر على الفيديو انا عامله موشة ان انا في ذهول وانا كمان انا قلت ده هنا لهنا اكيد فرد مع ترميم، قلت استحاله ان ده ترميم بس. لا 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 انا ما صدقتش بصراحه، ولا حتى البنات اللي شغاله معايا صدقت فعلا. طب انا كنت عايزه اعرف، انت قلتي في الاول الترميم فيه مثلا ترميم بالبروتين او بالفيلر او الكولاجين، يعني هو ايه الفرق؟ الثلاثه مع بعض، الثلاثه مع بعض، بحط فيلر وبحط خلايا جذعيه، كل واحده فيهم بتديني نتيجه علاج معينه. الفيلر نعرف بقى. ايوه خدها واحده كده، سمك الشعرايه يخليها بدل ما واحده مثلا جايه لي شعرايه خفيفه قوي فتيجي تقول لي هيبقى لسه قوي لما دي صوره ده فيلر صغيره، ده فيلر صح كده، فيلر هي شعرها في كيرلي بس خفيف وفي نفس الوقت الشعرية زي ما بنقول خفيفه، فادتنا نتيجه برضو حلوه. ده الفيلر. الفيلر وكمان بيعالج معايا الشعر الابيض والله، يعني بيخليه يقلل ظهوره في نفس الوقت بيخلي الشعرية فيها درجه صفار شويه. ده بالنسبه للفيلر. الخلايا الجذعيه بتخلي الشعرايه المنبت نفسه بيتغذى فبتطلع طالع كويس، فتلاقيه مثلا ما عداش عليها شهرين او شهر تقولي ان الجذور طلعت. بحطه على البروتين فابتدى من هنا احس ان هو بيخلي الشعرايه تطول اسرع. تطول يعني كده في حاجه بتدي سمك وطول صح كده، في حاجه ثالثه قلت لي الكولاجين بقى هو اللي يعني ممكن يدينا، هو اللي بيدينا تغذيه عاليه قوي واللمعان وتحسي ان هو الشعرايه اتفردت شويه. هو الكولاجين اللي بيعمل كده. طب قولي لي بقى، فرد الشعر فرد بس ولا فرد مع علاج؟ احنا قلنا الترميم ممكن يفرد، طب يعني البروتين 100% فرد وبيدينا علاج 20 مع اللي انا زودته كمان، فالحمد لله 100% فرد و100% علاج. يعني علاج مع فرد. طيب قولي لنا بقى نعتني بشعرنا ازاي بعد البروتين؟ بصي احنا بعد البروتين في ناس بتيجي تقول لي كتير لو انا استخدمت زيوت غلط، اقول لها لا مش غلط لان انا بحط حاجه طبيعيه. فانت لما تحطي حاجه قصادها طبيعيه عادي جدا، لكن لما اروح اجيب منتج او شامبو فيه كيماويات وصوديوم يبقى انا ببوظ الدنيا. ابتدي اعمل المجموعه بتاعته، استخدم مجموعات البروتين لان الحاجات دي كلها حاجات طبيعيه. وانت بتديها اوريدي مجموعه؟ انا بعد بيبقى عندي حاجه زي كده وبرده هي براحتها، عايزه تجيب من بره برده دي حاجه ترجع لها. انا بقول لها تاخدي المجموعه دي، وزي ما قلت لك الخلطه بتاعتي اللي هي الترميم على البارد برده بديها لها، فبتساعد ان الشعرايه بتقعد فتره كبيره جدا متعالجه وكويسه والدنيا معاها تمام. حتى اللي مش عامله ترميم حراري ممكن تاخد المجموعه دي وبتدهن بيها، برده بيخلي الهيشان في ساعتها جميل والشعرايه فيها ترطيب عالي جدا ومش هيشه، فالنتيجه برده بتبقى معاها حلوه. طب مين اكتر حالات بتجيلك للترميم؟ الصغيرين، البنات الصغيره ولا العرايس بقى اللي داخلين؟ الصغيرين دلوقتي. الصغيرين دلوقتي. الصغيرين لان احنا زي ما قلنا الامهات بتبقى خايفه جدا من البروتين، فابتدوا يطمنوا موضوع الترميم. وبالنسبه ان هم الاولاد ما مش بيتعبوا، مش بيقعدوا فتره طويله، درجه الحراره مش بتبقى عاليه،
فبيبقى بالنتيجه لا تمام، انا عاجبني الفكره بتاعه الترميم فاعملها لها، فبتستريح جدا في تسريح بقى، والبنوته بتسرح الرحله شعرها طبعا خلاص بقى يعني والدنيا تبقى زي الفل، شعر بقى كويس. ايوه طب قولي لنا بقى، عشان الوقايه خير من العلاج بقى، قولي لنا ازاي نعتني بشعرنا اعتناء يومي، يعني بدل ما نبهدله كده ويبقى مقصف وهايش، يعني نعتني بصي، هو ازاي؟ اول حاجه بقول عليها بلاش بلاش الشامبوهات اللي فيها كيماويات، ممكن نستخدم شامبو الاطفال، ممكن نستخدم حاجات ما فيهاش صوديوم، حاجات طبيعيه، عشان الحاجات دي هي اللي بتطلع لنا البروتين الطبيعي اللي بيبقى موجود في الشعر، اللي موجود اصلا. او طبعا الشعرية بتتغذى عليه، فببتدي اشيله. الغسيل اليومي غلط، انا اغسل مره واحده بالشامبو، حبيت اغسل مره تاني ممكن حمام كريم او بلسم. السيرم ده اساسي لان هو بيعمل غلاف على الشعرايه، فبيحمينا بقى من الرطوبه والحر وتحت الطرحه بالنسبه للمحجبات والكلام ده كله، لسه اسالك السؤال ده. والولاد طبعا، والولاد والشمس والحاجات دي كلها، فهو بيحمينا جدا. برضو بالنسبه للمحجبات الطرحه، ما نزلش وشعري مبلول ابدا، لازم نستنى لما ينشف او انشفه على الاقل، عشان خاطر ما احطوش تحت الطرحه هيعمل رطوبه عاليه، فتبتدي الشعرايه تتقصف، تبتدي يقع، ممكن تبقى محجبه وشعرها بيقع جدا. برضو اللي هي بنقول عليها مش محجبه برضو، او الاطفال الصغيره برضو، زي ما بقولك لازم نحاول نشوف حاجه تعمل عازل، زي السيرم، زي الخلطه اللي انا بقول عليها دي بتعمل عازل جدا، حتى لو حته صغيره، لو انت مش عايزه شعرك يبقى نايم قوي، دهني قوي، في حته صغيره. نوع الطرحه اللي بنلبسها على شعرنا، لان احنا هو لازم قطن تحت، لازم يعني لازم بندانه قطن، وبعد كده البس عليها طرحه اي اللي انت عايزاه، بس المهم القطن تحت. طبعا القطن بقى كتير قوي يعني موجود. وطريقه التسريح، بستنى الشعر لما ينشف خالص، او على الاقل يبقى في حاجات بسيطه من الميه او رطوبه، ببتدي اسرحه بمشط واسع من تحت لفوق، وبعد كده عايزه بقى مشط ضيق، عايزه شعر ابتدى فرشه، عادي خالص اللي انت عايزاه، بس المهم مشط واسع الاول. طب ازاي استخدم الزيوت بشكل كويس يفيد فعلا الشعر؟ يعني في ناس بتستخدم الزيت كدهان، لا ما هو انا عارفه ان ده غلط خالص، ده غلط. ده غلط خالص، لان انا كده بقفل المسام بتاع الشعرايه، فببتدي اخلي الشعرايه ما تعرفش تتنفس، يبقى انا كده بعمل مشكله اكتر. تبص تلاقي معظم اللي بيعمل زيت في الاول واو، وبعد كده الاقي الشعرايه هايشه ومقصفه وكانها محروقه. يعني في ناس بتجيب وصفات من على النت، تحطي زيت مش عارفه خروع على ايه على ايه كمان، على ايه، وبيستخدموه بقى كدهان. احط واعمل ايه بقى الاستخدام الصح؟ ان انا اسيبه كام ساعه، اسيبه يوم كله، وبعد كده ابتدي اعمله بـ 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 لو انا ما عنديش بني حراري ابتدي اعمله بفوطه سخنه واخليه مثلا نص ساعه، وبعد كده ابتدي اغسله بالشامبو بتاعي عادي خالص، ولا كاني يعني حاطه زيت. بس ده احسن حاجه استعملها. طيب هرجع لموضوع الترميم تاني، عايزه اعرف في حالات بتبقى نتيجه الشعر نتيجه يعني كام في الميه، بيدي نتيجه كام في بصي الميه؟ انا اول ما بتجيلي العميله اول حاجه بتقول لي طب هو بيفرد، ولحد دلوقتي بيسالوني هو بيفرد، هو بيفرد. هو يا جماعه هنقول اول حاجه بقولها لا ما بيفردش، ريح دماغك خالص، هو ما بيفردش، بس هو هيديكي نتيجه صحيه جدا. والله ادانا 50% حلو، ادانا 20 برضو حلو، بس هي الفكرة ان شعراية حتى لو ما اداش نتيجة، شعراية نايمة مش هايشة مش مقصفة، كيرلي جميل صحي، اقدر اسيبه لما اجي اسرح ما يتقطعش مني، ما يبقاش ناشف، لانه بيبقى فيه ترطيب عالي جدا. ابتدي احس ان لا انا ممكن ما لمهوش مثلا، لو بنوته صغيره عايزه اسيبه لها، وانت عارفه البنات الصغيره بقى عايزه على طول تلاقي شعرها والكلام ده، التسريح طبعا بيألمهم جدا، فكل ده بيتعالج معاكي. فلو ادانا سنه فرد او ادانا فرد يبقى تمام قوي. وبصراحه النتيجه اللي احنا شفناها من شويه دي حسيت ان النتيجه 100%، انا ما صدقتش نفسي فعلا. يعني هو الموضوع لو تقصيف هيشان بس بيتعالج، انما المجعد ده لازم له فرد مع علاج. طبعا يعني الترميم دلوقتي يعتبر علاج اكتر ما هو تجميل، يعني انت بعالج فبيدي في الاخر شكل يعني جمالي. هو الاساسي بتاعه علاج، فلما يجي في الشكل الجمالي بقى ده برضو كل واحد حسب ده بيبقى شعره. بناء على ان انت عالجت اصلا الشعر نفسه من كل المشاكل اللي فيه. في برضو حاجه يعني، برضو في واحده مثلا بتيجي تعمل عندي بروتين مره
واثنين وثلاثه، يعني كل ما الجذور بتطلع تيجي تعملها. ممكن بعد 3 مرات، عشان انا بحط نفس الترميم ده على البروتين فخلى فيه علاج كويس، فبيخلي شعرها طالع احسن، طالعه كويسه اصلا، فبعد كده خلاص ما تعملش بروتين تاني حتى لو شعرها وحش، يعني كده ابتدت تعمل ترميم، فده نتيجه خلاص برده حلوه جدا. طب نتيجه الفرده بتاعه البروتين بتقعد قد ايه تقريبا؟ يعني انا كل قد ايه اعمل بروتين، او يعني امتى يرجع الشعر يجعد يعني مثلا تاني؟ في ناس بتيجي مثلا عامله بتيجي بعد عايزه اقول لك مثلا 3 4 شهور، دي بتبقى شعرها صعب شويه، فمش مستحمله او مش هتتنازل، ان شعرها كان حلو فمش هتتنازل عنه. في واحده تاني ممكن يقعد 6 شهور، واحده تاني الحمد لله اداها نتيجه حلوه زي ما قلنا شعرها متبهدل مثلا من الصبغه، بايظ من حاجه معينه ومش كيرلي قوي، فبعد سنه. ممكن العادات الغلط اللي احنا بنستخدمها بعد البروتين، أيوة. طب قولي لنا بقى منها يعني. بصي انا عايزاكي كده ايه، بصي للكاميرا بقى، احسب لك انت المايك وقولي لهم يعني مجموعه نصايح كده، والعادات الغلط دي نبعد عنها خالص. العادات الغلط اللي احنا بنعملها بعد البروتين ان الشعر يبقى مبلول ولمه، او باي توكه ببنسه باي حاجه، الشعر يبقى مبلول ونام. لو نمت والشعرايه اتكسرت اي كسره مش ترجع تاني. لازم نستنى نشف الشعر خالص، سواء بالسشوار او سواء ان انا سبته كده ورجعته لورا وسبته ينشف. دي او دي هتبقى النتيجه معايا حلوه. ما اربطش الشعر وانزل بيه خالص. ان انا استخدم اي مجموعات او اي حاجه فيها كيماويات غير اللي المفروض استخدمها. ما اعتنيش بيه صح برضو، مش معنى ان انا عامله بروتين يبقى انا سيبه، يبقى خلاص بقى. لا، يعني انا عملته وصرفته ودفعت، فلازم اعتني بيه عشان يفضل احسن ويطلع لي الاحسن. ما يبقاش الموضوع عملته خلاص وعايزه اريح دماغي. مش عارفه اقول لك ايه على النصايح الجميله دي، يا رب تكونوا بس ايه جبت ورقه وقلم وكتبت وراها كده. انا بشكرك جدا استاذه هبه رمضان، خبيره العنايه بالبشره والشعر والتجميل، وان شاء الله تبقي معانا كده في حلقات ثانيه بقى نتكلم فيها على مواضيع اكتر باذن الله. تشكرك يا هاجر، يا رب بشكرك.